سؤال من أم حسام. السيدة أم حسام اتفضلي. ازي حضرتك؟ نعم وفضل. الله يخليك يا ربي دايما. بص بقول لحضرتك ايه، انا جدا انا عندي 60 سنة. طيب. انا عايز اقول لك الموضوع ده يعني مهم قوي 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 ان حضرتك كمان تذكر فيه، مش الولاد اللي طالعين، الجدات والستات اللي زي ما تربوا ربوا ولادهم عايزين نفس الشدة ونفس الاحكام ونفس الكلام ونفس الطبعة تبقى هي هي. وطبعا احنا ولادنا تأثروا بكل الكلام ده، عشان كده دلوقتي لما الواحد يشوف، تعرف يعني ايه بقى جدة وجد لما يشوفوا طفل بيتضرب او بيتعنف او بيفتكروا ان دي حنية زايدة. بالعكس، دي تجارب. أنا يعني اللي انا كنت بعمله ما اتمناش ان ولادي يعملوه. فكل ده انا بتمنى من ربنا ان يتغيروا، يعني نخلي التغيير مش في ولادنا اللي متجوزين وعندهم ولاد، فينا احنا كمان، عشان صحيح. نقدر نفيدهم. ولو ما قدرناش نفيدهم ما نقولش، لان الوقت فعلا الكلام كتر قوي، لان الاجيال دي الطلقات كتير قوي والولاد صحيح. كتير قوي تعبوا. صحيح. وبعدين احنا نرجع نقول هم اللي فاشلين؟ لا، احنا اللي كنا فاشلين عشان تفكيرنا لسه زي ما هو. بص حضرتك انا عندي سؤال بس. تفضلي. انا لو انا حلفت بالله اني انا مرد على تليفون ما، ولازم يعني المفروض ان انا ارد، بس انا مش هرد عشان انا يعني حاجه زي كده تعبتني، ده مش ذنب برضو عليا؟ بص حضرتك، انت دلوقتي بتساليني هل التليفون اللي بيأذيني واجب عليا ان انا ارد عليه حسب اهميته؟ هل هو تليفون لصلة رحم ولا تليفون لحاجة؟ طبعا ده صلة رحم بنتي وباباها. طيب انا عايز اقول لك حاجة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقسم على شيء وجد الخير في غيره فعل الخير وكفر عن يمينه. يعني انت لو عملت كده وشايفة ان ده طاعة وصلة رحم وانت محتاجة تعمليه، اعمليه وكفري عن هذا اليمين. اوعي تحلفي على حاجة فيها قطيعة رحم، لا يجوز الحلفان على قطيعة رحم. فإذا كان التليفون ده فيه قطيعة رحم، وعلى فكرة وصلة الرحم مش لازم بالتليفون، أنا ليه بقول لك التفصيلة دي؟ أيوه. إن صلة الرحم مش لازم التليفون، ممكن تزوريها. لكن أما وإني أنت شايفة الخير إن أنت ترد على التليفون، رد على التليفون وطعمي 10 مساكين. هو مش خير ليا لأني أنا ما بسمعش حاجة ولو حتى تريح قلبي. ولو حتى أنا بص حضرتك، دي زي ما بقول لك صلة الرحم مش بتكون بس بالتليفون. لكن انت لو اني شايفه ان ده فيه خير اعمليه، ولو عملتيه ده ان شاء الله تثابي على ذلك وتكفري عن يمينك. شكرا يا دكتور، ويعني ربنا يقويك يا رب كده ويزيدك عشان الولاد اللي طالعين ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمك يا دكتور عم. شكرا جدا، انا ممتن لاتصالك. شكرا يا ام حسام.